النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. طاهر قانون الرياضة الجديد به عوارق ولائحة الأهلي بلا عيوب. ياسر رياض عضو اللجنة الأولمبية موقف الأهلي قانوني. والكاف يخطر الأهلي بأسماء حكام مباراتي الترجي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ندوة ثالثة في 7:30 مساء اليوم السبت بمقر النادي بمدينة نصر، وذلك للحديث عن لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي. وكان طاهر قد عقد ندوتين بفرع النادي بالشيخ زايد أول أمس الخميس، ثم تبعها بندوة ثانية في مقر النادي بالجزيرة أمس الجمعة. وشهدت كلتا الندوتين حضورا مكثفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية. يذكر أن الأهلي يعقد جمعية عمومية يومي 25 و26 من أغسطس الجاري من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي الجديدة. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مباشرة من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير طمنا على آخر الاستعدادات لاستقبال ندوة المهندس محمود طاهر. طبعا لليوم الثالث على التوالي بيواصل مجلس إدارة النادي الأهلي ندواته المتعددة بالتحديد من خلال أفرع النادي الأهلي في مختلف الأماكن، سواء في مدينة الشيخ زايد أو الأمس، وبالأمس أيضا في النادي الأهلي مقر الجزيرة. اليوم الندوة الأخيرة للمهندس محمود مجلس ادارته في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. اكيد ندوات مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، واهم اكيد بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي لتوعيتهم ولتوضيح ايضا الافرق ما بين كل من لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي واللي اعتمدها مجلس اداره النادي الاهلي، واللائحه اللي اقرها او اللي اقرتها اللجنه الاولمبيه مؤخرا. واكيد النادي الاهلي وكل اعضاء النادي الاهلي يرغبوا دايما ان يكون اللائحه صادره من قبل النادي الاهلي ومن قبل الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، وده اللي بيسعى من خلاله مجلس اداره النادي الاهلي من خلال الندوات المتعدده اللي بيعقدها خلال هذه الايام، وبالتحديد قبل اسبوع من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، والمقرر ان شاء الله انها تكون يومي 25 و26 من الشهر الجاري بالتحديد يوم الجمعه والسبت القادمين. لكن اكيد ده شيء يدعو للفخر ان كل اعضاء النادي الاهلي عندهم حماس لحضور هذه الندوات، لائحتهم الخاصه اللي بيتمنى النادي الاهلي يمشي من خلالها طبعا، ويقر كل ما يخص النادي الاهلي من خلال هذه اللائحه. خصوصا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين يا فيروز هو السباق في كل شيء، اعضاء النادي الاهلي لا يقبلوا ان يكون في لائحه استرشاديه من اي جهه من الجهات، خصوصا ان اعضاء النادي الاهلي عددهم كبير جدا. بالتالي من خلال هذه طبعا الندوات المهندس محمود طاهر بيوعي اكيد اعضاء النادي الاهلي على الحضور لهذه الجمعيه العموميه سواء بالموافقه او بالرفض. خليني اقول لك لائحه النادي الاهلي فيها حوالي 94 ماده، مش الطبيعي اكيد ان كل اعضاء النادي الاهلي هيكونوا متفقين على ال 94 ماده، لكن الغالبيه هيكونوا متفقين اكيد على هذه اللائحه. خصوصا النادي الاهلي يجب ان يكون لديه لائحته الخاصه، وده اللي بيسعى من خلاله كل اعضاء النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك ان طبعا الاقبال هنا اقبال جيد جدا من اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر، زي ما كان الاقبال جيد جدا في الشيخ زايد وايضا في فرع النادي الاهلي في الجزيره بالامس. خصوصا طبعا كل اعضاء النادي الاهلي ممكن يكون لديهم بعض الاستفسارات اللي دايما بيسالوها المهندس محمود طاهر، وده اللي شفناه يمكن مناقشه كانت جيده جدا ما بين اعضاء النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر، واللي هيكون متواجد النهارده من خلال هذه المنصه في الخلف اكيد في خلف الصوره. لكن طبعا شيء
مهم وشيء ايجابي جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك ان معايا في هذه اللحظات اللواء اسامه سامي مدير مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. سياده اللواء برحب بيك في البدايه، واعتقد ندوه اكيد مهمه جدا مهندس محمود طاهر، وشايف ايضا الاعداد يمكن في النادي النهارده اعداد كبيره جدا لحضور هذه الندوه. اولا برحب بقناه النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، والنهارده ان شاء الله بيسعدنا ان المهندس محمود طاهر واعضاء المجلس هيبقوا في لقاء مع ندوه مع اعضاء النادي الاهلي فرع مدينه نصر لشرح كل الاستفسارات وكل الاسئله اللي ممكن الساده اعضاء النادي يوجهوها له ان شاء الله. مهم جدا الندوات والتواصل من خلال مجلس الاداره وبتحديد مهندس محمود طاهر مع اعضاء النادي الاهلي، خصوصا ان هي لائحه اكيد هامه جدا وهيبقى شيء تاريخي جدا النادي الاهلي يكرر لائحته. طبعا هي اللائحه دي لائحه النادي الاهلي، وبيضعها مجلس النادي الاهلي عشان الاعضاء، يبقى النادي واضع لائحته بنفسه، مش مملي عليه اي حاجه من اي جهه خارجيه. وانا شايف ان التعديلات اللي دخلها المجلس على اللي موجوده في اللائحه ان شاء الله بتحقق حاجات كثيره من مطالب الساده الاعضاء في النادي. الترتيبات بقى للندوه النهارده كانت ازاي من قبل النادي الاهلي هنا في مقر مدينه نصر؟ احنا جهزنا طبعا المكان اللي هينعقد فيه الندوه، بحيث ان شاء الله متوقع ان في اقبال كبير من اعضاء النادي الاهلي بمدينه نصر لحضور الندوه، وباذن الله تمر على خير وسلام ان شاء الله. كده كان في مكاتبنا مفتوحه وعدد كراسي كبير. هو طبعا الاول كنا بنقترح ان يتعمل في صالون من الصالونات الاجتماعيه، بس لقينا ان المكان هيبقى ضيق ومش هيكفي، فعشان كده ان المكان المفتوح دوت بحيث تاخد اكبر عدد من الساده الاعضاء. شكرا استاذ تومر يا فندم. طبعا ده كان لقائنا مع اللواء اسامه سامي مدير مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، شيء هام جدا لكل اعضاء النادي الاهلي التصويت على هذه اللائحه. وطبعا خليني اقول لك يا فيروز ان خلال الايام الماضيه سواء امس او اول امس طبعا الندوات اتت بثمارها بشكل كبير جدا، الكثير من اعضاء النادي الاهلي عندهم حماس كبير لحضور الجمعيه المهميه ان شاء الله المقرر لها يومي الجمعه والسبت القادمين لاقرار لائحه النادي الاهلي، ومن المتوقع ان يتم حضور العدد المطلوب وهو 12500 عضو من الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، حضور هذه الجمعيه العموميه للتصويت على هذه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. لكن هنكون لسه مستمرين مع كل مشاهدي النادي الاهلي وكواليس هذه الندوه الخاصه بالمهندس محمود طاهر من مقر طبعا النادي الاهلي مدينه نصر. عوده لك يا فيروز. شكرا لك امير هشام مراسل قناه نادي الاهلي، كنت معانا من فرع مدينه نصر النادي الاهلي. وبالعوده للاخبار من جديد، قال المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي ان لائحه النظام الاساسي للاهلي مرنة ويمكن لأي مجلس أن يقوم بتعديل بنودها في حالة إصلاح العوار الموجود بقانون الرياضة الجديد. وأكد محمود طاهر خلال ندوته بمقر النادي بالجزيرة أن القانون الجديد توجد به بعض المواد التي بها عوار، مشيرا إلى أن الأهلي وضع لائحته وفقا لهذا القانون، لكنه راعى أن تكون اللائحة مرنة وخالية من أي عيوب. وأشار رئيس الأهلي إلى أن مجلس الإدارة تعمد عدم وضع بند 8 سنوات في لائحة النادي حتى لا يقال بأن المجلس يريد إقصاء أعضاء بعينهم من الترشح في الانتخابات. وأضاف طاهر أن المجلس يطالب المجالس المقبلة بوضع بند 8 سنوات في اللائحة حتى تظهر كوادر جديدة تخدم النادي. أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن اللجنة الأولمبية لا تملك سلطة منع القضاء من الإشراف على الجمعية العمومية للنادي للتصويت على لائحة النظام الأساسية يومي 25 و26 أغسطس بالجزيرة ومدينة نصر. وأكد النادي أن لديه أسماء القضاء الذين سيشرفون على الجمعية العمومية بمدينة نصر والجزيرة. وأشار طاهر إلى أن اللجنة الأولمبية لا تملك أي سلطة لمنع النيابة الإدارية من الإشراف على الجمعية العمومية الخاصة بالأهلي. أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن النادي لن يدخل في أي مهاترات مع الأشخاص والذين يهاجمون النادي وفريق الكرة طيلة الوقت.
وأوضح رئيس الأهلي أن المجلس الحالي رفعت ضده قضية بالبطلان بعد فوزه بالانتخابات الماضية بيوم واحد، مشيرا إلى أن المجلس هدفه هو مواصلة المسيرة الناجحة على الصعيدين الرياضي والاجتماعي. أكد جاسر رياض عضو اللجنة الأولمبية والمشارك بوضع قانون الرياضة أن موقف الأهلي من إقامة جمعيته العمومية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي على يومين وفي مقرين مختلفين قانوني ولا يخالف اللوائح. وقال رياض على هامش الندوة والتي عقدها المهندس محمود طاهر رئيس النادي مع الأعضاء أمس بمقر الجزيرة أن موقف الأهلي سليم تماما وأن النادي من حقه وضع لائحته الخاصة. وأضاف جاسر أنه لا بد من حضور أعضاء الجمعية العمومية يومي 25 و26 أغسطس الجاري للتصويت على اللائحة. وأوضح جاسر أن اللجنة الأولمبية لا يمكنها إبطال الجمعية العمومية للأهلي دون سند قانوني واضح. عقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ندوة بالأمس في مقر النادي بالجزيرة. الندوة شهدت حضور كبير وتجاوب من الأعضاء. إليكم بعض التفاصيل من ندوة أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. أنا شاكر وشاكرين كلنا وجودكم هنا لاهتمامكم بمناقشة ما يصار الآن بخصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. أولا قبل ما أتكلم أنا عايز أوضح حاجة، لأنه في لغط إعلامي شديد جدا وفي كلام بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك وكل هذا الكلام. النادي الأهلي ليس في معركة مع أحد، برضو وهكررها تاني، النادي الأهلي ليس في معركة مع أحد ولا داخل في نزاع على حاجة. النادي الأهلي بيطلب حقوقه الأساسية لوضع لائحته ولائحة النظام الأساسي لهذا النادي اللي لائحته كانت موجودة من سنة 1908، بقالنا أكتر من 109 سنة عندنا لائحة في النادي الأهلي ده اللي بيحطها أعضاء الجمعية العمومية واللي بيحطها أعضاء النادي الأهلي ومجلس إدارته. لم يحدث في يوم من الأيام أن فرضت علينا لائحة، لم تفرض على النادي الأهلي لائحة ولا يقبل النادي الأهلي أن تفرض عليه لائحة من أحد. احنا بنتكلم في حق النادي الأهلي أنه يكون ليه نظامه اللي يرتضيه أعضاء جمعيته العمومية اللي هم السلطة المطلقة في هذا في الموضوع كله. الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي السلطة الرئيسية، وهو ده اللي صدر عشانه قانون الرياضة. قانون الرياضة القديم كان بيبيح التدخل الحكومي، واللجنة الأولمبية الدولية قالت مفيش حد يتدخل في سلطات الجمعية العمومية وأعضاء الهيئات الرياضية أيا كانت سلطتها، لا تدخل حكومي ولا تدخل أولمبي ولا تدخل من أي سلطة غير الجمعية العمومية. قانون الرياضة معمول عشان يعظم دور الجمعيات العمومية، عشان يرسخ مبدأ الديمقراطية في التصويت وفي الاختيار وفي وضع لوائحه. هو ده اللي بتطالب بيه اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه عشان يصدر قانون الرياضة. بقالنا أكتر من 30 سنة 35 سنة بنطالب بقانون الرياضة علشان يرسخ دور الجمعيات العمومية ويرسخ دور الممارسات الديمقراطية لأعضاء النادي. احنا لما صدر القانون، صدر القانون ملزم بحاجات محددة وواضحة وصريحة. صحيح زي ما قلت برضو وزي ما بقول، احنا لينا تحفظات على القانون،
انما احنا ماشيين مع القانون لان احنا في مرحله انتقاليه في البلد كلها، ومش عايزين نقف في سكه الانطلاقه الرياضيه والانطلاقه الاجتماعيه لمصر من خلال انديتها. فاحنا موافقين على القانون، مش عايز اقول راضيين عن القانون، احنا موافقين على القانون ولا نخالف القانون باي صوره من الصور. احنا مش عاملين اللائحه دي عشان نخالف بيها قانون، احنا موقفنا القانوني، وانا عايز اطمن اعضاء الجمعيه العموميه ان احنا موقفنا القانوني سليم 100%. احنا كل ما نطالب بيه هو ان احنا نضع لائحتنا، لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من خلال الجمعيه العموميه اللي هو احنا سواء اعضاء او اعضاء مجلس اداره او اعضاء جمعيه عموميه ايا كان، احنا اللي بنحط لائحتنا واحنا اللي بنحط نظامنا الخاص. بقالنا شهر بنتعرض لهجوم شديد جدا لا مبرر له. اللائحه دي طالعه عشان تقصي ناس، اللائحه دي طالعه عشان تبطل انتخابات، اللائحه دي طالعه غير قانونيه. كل هذا الكلام لا اساس له من الصحه. احنا بنحط لائحه شفافه قدام الناس كلها، عرضناها عليكم عشان تقولوا رايكم فيها. احنا النادي الوحيد تقريبا او احد يمكن ناديين او ثلاثه في مصر اللي وزعوا اللائحه دي على اعضائها واعضاء الجمعيه العموميه. انا هتكلم عن اللائحه، انما احنا بنحاول نسهل على اعضائنا انه الناس تيجي 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه بالكثير، وتبقى ادت صوتها وروحت. اللي عايز يروح يروح، اللي عايز يقعد يستمتع بالنادي يستمتع بالنادي، سواء هنا او في مدينه نصر. كل هذا الكلام موضوع بيحط عبء على كاهل الاداره التنفيذيه في النادي عشان توفر سبل الراحه لجميع الاعضاء. العضو عضو الجزيره اللي ساكن في مدينه نصر يروح يدي صوته في مدينه نصر، عضو مدينه نصر اللي ساكن في الجزيره يروح يجي يدي صوته هنا. بسهل الامور عشان نضمن الشرط التعسفي بتاع ال 12500 عضو يجوا يحضروا. اللجنه الاولمبيه دعت لعقد اجتماع لمناقشه اللائحه الاسترشاديه، صح؟ الاجتماع قالت فيه اجتماع خاص الجمعيه العموميه، ليه؟ لا جمعيه عموميه عاديه ولا جمعيه عموميه غير عاديه. مظبوط. اذا الرد على انها تتعمل في يومين انها ده اجتماع خاص اعمله في وقت ما انا عايز، وبالطريقه اللي تتناسب مع حجم الاعضاء ومع عدد الفروع. عشان كده ده الرد بتاعنا في الموضوع ان هو ازاي. الحمد لله سليم براي جميع الفقهاء والخبراء اللوائح وفقهاء القانون. احنا موقفنا قانوني سليم، هذا اجتماعا خاصا لم يفوض والنص عليه فيه اللجنه الاولمبيه لوضع نظامه. بالزبط. انما فوض مجالس الادارات لوضع نظامه، واحنا وضعنا نظامنا. لو في حد عنده سند قانوني بيقول لي ما تعملش كده، مش هعمل كده. دكتوره سحر فاروق يوسف، اهلا يا فندم. بنت الاستاذ فاروق يوسف، مؤسس مجله الاهلي. يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه، عايزه اقول لكم على حاجه بجد. انا اتولدت في النادي ده، وابويا عضو من 1947. اتربيت من وانا طفله وشفت قدام عيني وسمعت بوداني واتربيت. انا اتربيت في النادي اكتر ما اتربيت في البيت. انا اتجوزت في النادي واولادي ابطال النادي، وامي بطله النادي سنه 60، ووالدي بطل النادي سنة 50، ومؤسس مجلة الأهلي مع جلال الحمامصي وعبده فهمي. أسرار الأهلي كلها يا جماعة كانت في بيتنا. عايزة أقول لحضراتكم. طب ما تطلعيش الأسرار بقى يا دكتورة. مش هقول الأسرار، بس عايزة أقول حاجة يا جماعة. أنا بقول لكم أنا ما فيش مصلحة بيني وبين الراجل ده. الراجل ده نظيف. ربنا يخليكي. أشكرك يا دكتورة صح. متشكرة جدا، متشكرة على الشعور. ان في اعتداءات بتتم من اخرين على كيان النادي الاهلي، فارجو ان سيادتك تفكر ازاي ان احنا نرد على الكلام ده، سواء في الاعلام او سواء من رؤساء انديه اخرين. كلام واضح يعني. والله انا اقول لسيادتك حاجه، احنا ما بنردش على الكلام ده ليس عن ضعف، احنا ما بنردش على الكلام ده لانه النادي الاهلي اكبر بكتير قوي انه ينزل الى مستوى الرد على شائعات والرد على اكاذيب والرد على حاجات من دي. احنا بنتعامل مع الناس بقدر النادي الاهلي وليس بقدرهم هم. نعم فندم. فانا مش ولكن ولن نحيد عن هذا الاتجاه. في نقطه تانية حضرتك بعيد عن اللائحه خالص،
اللي كتب النهارده حضرتك ذكرت في كلامك ان في مؤامرات من تاني يوم انتخاب حضرتك، فالنهارده كتب في جريدتين مصريتين ان تحويل مجلس اداره النادي الاهلي للنيابه، فهل في حاجه جت للنادي الاهلي رسمي بكده؟ واذا ما كانش حاجه في جت للنادي، فين حق النادي الاهلي بالنسبه للجريدتين دول؟ شكرا. عفوا. هو موضوع تحويل النادي الاهلي للنيابه او مجلس اداره النادي الاهلي للنيابه ده موضوع غير سليم، واعتقد ان هو كان برضو جزء من المناوشات، مش عايز اقول المؤامرات، المناوشات الاعلاميه اللي بتحصل لنا على مدار الاربع سنين اللي فاتوا. ما يحدث انه بيجي الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع حسابات النادي. احنا مجلسنا احنا اللي هو من 2014 وحتى النهارده بيحاسب على حاجات من 2004 و2005 و2006 حتى 2014، وفي جزء صغير من 2014 2015 بيبقى فيه مخالفات او اسمها ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات يجب على الاداره الماليه تلافيها. فالاداره الماليه بترد بتقول ايه اسبابها في ان في هذه الملاحظات وعالجتها ازاي او بتعالجها ازاي او ايه الاجراءات اللي اتخذت فيها. تعمدنا عدم بوضوح وضع بند الثمان سنوات في اللائحه. تعمدنا تجنب هذا البند حتى لا نتهم باقصاء اي حد، وحتى لا يقال مجلس الاداره بيضع لائحه لاي غرض، لكننا كمجلس اداره بنناشد مجلس الإدارة القادم والجمعية العمومية القادمة وضع بند الثمان سنوات، لأنه وضع مهم جدا في تخريج كوادر للنادي الأهلي ولمستقبل النادي الأهلي. بشكركم جميعا وأرجو أن احنا نلتقي على خير بإذن الله يوم 25، وشكرا. عقد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع حسام البدري المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة عقب الجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي 25 و26 أغسطس الجاي. ويناقش طاهر مع البدري عدة ملفات خاصة بفريق الكرة واستعدادات الفريق لمباراة الترجي المهمة يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب. وحصل الأهلي على راحة من التدريبات لمدة أسبوع عقب التتويج ببطولة كأس مصر الثلاثاء الماضي على حساب المصري، وسيقيم الفريق معسكرا مغلقا بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر ابتداء من 26 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل. أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خطابا رسميا للنادي الأهلي يخبره بأسماء طاقم الحكام الخاص لمباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي والترجي التونسي في دور الثمانية لدور أبطال أفريقيا. ويدير مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر المقبل طاقم حكام من السنغال بقيادة مالانج دي هويو والمساعدين جبرائيل والحاجي مليك وحكما رابعا مجيد نداي. ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل، بينما تم تحديد طاقم تحكيم كاميروني لمباراة العودة في تونس والتي تقام يوم 23 سبتمبر الجاري بقيادة الكاميروني ننت اليوم، ويساعده على الخطوط مواطناه إفرست ونجوج، ويراقب المباراة أسامة المنان من السودان. قال عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري وافق على إعارة عمر رضوان حارس مرمى فريق الشباب لصفوف نادي الرجاء. وكشف سراج أن الإعارة تمت للموافقة عليها من قبل الجهاز الفني لينتقل اللاعب إلى صفوف الرجاء لمدة موسم مقبل، هذا بحسب تصريح عصام سراج.
أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه أغلق تماما ملف التعاقد مع المدافع السوري أحمد الصالح مدافع هينان جياني الصيني بسبب مغالاة ناديه في مطالبه المادية. وقال البدري إن الطلبات المادية للأندية تقف حائلا أمام ضم مدافع جديد، موضحا أن الجهاز الفني ما زالت لديه الرغبة في التعاقد مع مدافع والاستفادة منه في البطولات المحلية، لكن بالشروط المادية المناسبة. أجرى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بسعد سمير مدافع الفريق للاطمئنان على برنامجه التأهيلي والذي يخوضه اللاعب للتخلص من الإصابة والتي حرمت الفريق من جهوده خلال الفترة الماضية. وواصل سعد سمير مدافع الأهلي برنامجه التأهيلي طوال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة استعدادا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني والذي ينتظر خوض مباراة أوغندا في 31 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018. يعود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من ألمانيا الخميس المقبل من أجل بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد ولمباراة الترجي يوم 16 سبتمبر المقبل ببرج العرب في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. واستغل مدير الكرة بالنادي الراحة والتي حصل عليها الأهلي لمدة أسبوع عقب التتويج ببطولة كأس مصر الثلاثاء الماضي وسافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على ركبته بأحد المراكز الطبية ببرلين. تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الأمن على إقامة مباراة السوبر الإماراتي بين فريقي الجزيرة والوحدة يوم 15 سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي. وتعتبر هذه المرة الثانية والتي يقام فيها السوبر الإماراتي داخل مصر، حيث التقى الأهلي مع الجزيرة وفاز الأول 2-1 وتوج باللقب، كما وافق الأمن على أن تقام المباراة بحضور جماهيري وسيتم تحديد عدد الحضور قبل المباراة بأيام قليلة. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى متابعة الألعاب الأخرى وآخر الأخبار بها، حيث وصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أداء تدريباتي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري المحترفين. وشهد ميران الفريق اليوم السبت عودة اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكر إعداد بالإسكندرية. وقرر عاصم حماد المدير الفني ليد الأهلي خوض الفريق ثلاث مباريات ودية أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس مع فرق سبورتينج سموحة والأولمبي في الإسكندرية. يا
يلتقي اليوم المنتخب المصري للكرة الطائرة تحت 23 عام مع نظيره الكوبي مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة العالم والتي تستضيفها مصر حتى 25 أغسطس الجاري في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. كان المنتخب المصري قد حقق فوزا صعبا بالأمس على نظيره الياباني بنتيجة 4-3 وتضم المجموعة الأولى بجانب مصر كل من كوبا، البرازيل، المكسيك، اليابان وبولندا. وإلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من تركيا حيث قدم محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي الشكر لجماهير فريقه لدعمه وذلك عقب تسجيله هدف في مرمى بشتاش والذي ساهم في تعادل فريقه أمس الجمعة ضمن فعاليات الجولة الثانية للدوري التركي. وقال اللاعب المعار إلى قاسم باشا في تصريحات للصحافة التركية عقب المباراة: أنا سعيد جدا لتسجيل هدف على فريق كبير مثل بشكتاش وأشكر الجماهير على كل شيء. أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي أن عملية إصلاح عيوب فريقه تحتاج إلى وقت طويل جدا حتى مع فوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. وقال كونتي في حديث مع الصحفيين أن توتنهام تعاقد مع بوتشيتينو منذ 3 مواسم ونجح المدرب الأرجنتيني في صنع فريق جيد نافس على لقب الدوري. وأضاف كونتي أن الإصلاح في تشيلسي سيحتاج إلى فترة مماثلة خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب والمعارين إلى أندية أخرى. اعتلى مانشستر يونايتد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك عقب فوزه على مضيفه سوانزي سيتي برباعية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري. واحتاج مانشستر يونايتد إلى الانتظار حتى نهاية الشوط الأول ليسجل مدافعه أريك فايلي الهدف الأول بعد متابعة لرأسية زميله بول بوجبا. الشوط الثاني شهد انهيار سوانزي في ال5 دقائق الأخيرة حيث سجل لوكاكو بوجبا ومارتيال أيضا باقي الأهداف ليحقق يونايتد الرباعية الثانية هذا الموسم بعد فوزه بنفس النتيجة على وستهام في الجولة الأولى. يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي في دعم وسط فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن مدرب تشيلسي يسعى لضم اللاعب الإيطالي أنطونيو كاندريفا جناح فريق إنتر ميلان خلال الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي. وكشفت الصحيفة أنه رغم قناعة لوتشيانو سباليتي الكبيرة باللاعب ورغبته في استمراره إلا أن قواعد اللعب النظيف وحاجة النادي لبيع بعض لاعبيه قبل شهر يوليو المقبل قد تكون سببا في موافقة الإدارة على رحيل اللاعب الإيطالي. قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن موناكو الفرنسي أنهى اتفاقه مع باريس سان جيرمان لانتقال لاعبه الشاب كيليان مبابي إلى صفوف الأخير مقابل 200 مليون جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيحصل على مبلغ 18 مليون يورو سنويا
وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات، وبذلك يصبح باريس سان جيرمان صاحب أغلى صفقتين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تعاقده أيضا مع نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو. عبر الإسباني أوناي أمري مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن ثقته الكاملة في نجاح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق العاصمة الفرنسية. وقال أمري في تصريحات نقلتها صحف فرنسية أن نيمار بإمكانه أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم من خلال اللعب في باريس سان جيرمان. يسعى ريال مدريد الإسباني لرفع الشرط الجزائي في عقد نجمه الشاب ماركو إسانسو، بعدما أبدت عدة أندية اهتمامها بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونفت صحيفة ماركا الإسبانية التقارير والتي تفيد بأن قيمة فسخ عقد ماركو إسانسو لاعب ريال مدريد تصل إلى 80 مليون يورو فقط، مؤكدة أنها تبلغ 350 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أنه حينما عاد إسانسيو لريال مدريد الصيف الماضي بعد الإعارة لإسبانيول وقع على عقد حتى 2022 تضمن رفع قيمة فسخ العقد التي تصل إلى 350 مليون يورو. دعم رئيس نادي برشلونة الأسبق خوان لابورتا حملة أغوستي بينيديتو المرشح السابق لرئاسة النادي الكتالوني من أجل سحب الثقة من الرئيس الحالي جوزيب ماريا فارتينيا. وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن لابورتا اجتمع مع بينيديتو لدراسة سحب الثقة من فارتينيو والذي تنتهي ولايته في 2021. وأكدت الصحيفة أن لابورتا يرى أن بارتونيو لن يستسلم للضغط ويقدم استقالته من النادي بعد الأزمات الأخيرة، ولذلك لابد من التكاتف لأجل إجباره على الرحيل عن البلوغرانا. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من أخبار اليوم، أفراح الأهلي مستمر. أما من الوفد فاليوم الأهلي ينهي ندواته لمناقشة مشروع اللائحة. ومن المصري اليوم رئيس الأهلي: نقاتل الدفاع عن حقوق النادي ولائحتنا قانونية. من الوطن سبورت: ندفد وسعد سمير يواصلان التأهيل في التتش. ومن الشروق: محمود طاهر: لائحة الأهلي لا تقصي أحد من أبناء النادي. من الدستور: عبد الحفيظ يعود من ألمانيا الخميس المقبل. ومن فيتو البدري: يطمئن على برنامج تأهيل سعد سمير. من يورو سبورت عربية: عاشور على بعد لقب من معادلة رقم العميد.
إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.